السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم قناة كارمين جوليا قارئة التارو والكوتشينة. النهاردة وحسب طلب المشتركين عشان نعمل فيديو حول التطور الذاتي أو فهم نفسنا عن طريق التارو، سنتطرق النهاردة حسب ما قرأت يعني بتقرأوها على عنوان الفيديو ده، إيه معنى أو إيه هو المعنى الأصح للوحدة اللي انتم فيها دلوقتي، او ايه هي الحاجة اللي وصلتكم للوحدة اللي انتم فيها دلوقتي او للعزلة اللي انتم فيها دلوقتي. هيكون الاختيار حسب اول حرف من اسمكم. اختيار اول فاء صاد قاف راء شين تاء ثاء غين وخاء، او اختيار الحمامتين القلب ده الابيض مع الحمامتين. اختيار تاني طاء ياء كاف لام ميم نون سين عين وضاد، أو اختيار استنوا شوفوا نختار ايه، القلادة دي كاختيار ثاني، ألف باء ضار جيم دال هاء واو زين حاء وذال كاختيار ثالث، أو نختار الحجر البلوري ده الأزرق يعني كاختيار ثالث. نرجع دلوقتي لأصحاب الاختيار الأول ونحط الأحرف هنا عشان تكون على مرأى الجميع. استنوا شوية نحط شوية مكان، أيوة كده الأحرف أظن كلها واضحة، أيوة الأحرف كلها واضحة على الشاشة. يلا يعني الفيديو ده مش هيكون طويل لأنه هيختصر على بعض الأسئلة هنطرحها فيما يخص الوحدة أو العزلة اللي انتم فيها دلوقتي. إيه المعنى أو ليه انتم دلوقتي في العزلة اللي انتم فيها دلوقتي؟ حتى الكروت مش عاوزة يعني تتخلط برشاقة. يلا إيه معنى الوحدة دي؟ الوحدة اللي انتم فيها دلوقتي زي ما نشوف كده The Empress. دلوقتي انتم منزوين على نفسكم ومنطوين على نفسكم عشان دلوقتي يعني طريقة غير مباشرة عاوزين تحافظوا على نفسكم، عاوزين تحافظوا باللي تبقى منكم. غالبا البعض منكم بيرجع نفسه ازاي كان في الماضي وإيه اللي حصل عشان يوصل للدرجة اللي وصلتوا لها دلوقتي اللي وصلتكم للعزلة دي. فأنتم دلوقتي غالبا في عزلة، بس زي ما لو نقول إنكم دخلتم في نوع من الإبنوز يعني نوع من التنويم الروحي الفكري عشان تنسوا الواقع بتاعكم. أصبحتم في العزلة دي وتفكروا في الأيام الجميلة اللي قضيتوها في الماضي أو بعض الحالات اللي كنتم فيها كويسين في الماضي، زي ما نشوف The Empress السيدة دي الجميلة دي الإمبراطورة الجميلة دي اللي قاعدة كده وتتباهى بالأنوثة بتاعتها والجمال بتاعها وكل حاجة. فأنتم دلوقتي يعني في العزلة اللي أنتم فيها دلوقتي عاوزين تربطوا الماضي ده مع الحاضر، بس مش لاقيين يعني الطريقة عشان توصلوا ده لده الماضي للنهاردة، لأن في حاسين إن في حاجة اتكسرت، حاجة اتكسرت بتبحثوا عنها يعني عن الطريق اللي توصل ما بين إزاي كنتم في الماضي وإزاي أنتم دلوقتي. حاسين إن في حاجة اتكسرت مش قادرين يعني تعرفوا ليه حصل كده وإزاي حصل كده وليه أنتم بالذات حصل لكم كده رغم طيبة قلبكم و يعني مش هقول السذاجة ولكن النية الخالصة بتاعتكم دي اللي بتحبوا من كل قلبكم بتساعدوا من كل نية بتاعتكم الخالصة يعني كده. فأنتم دلوقتي العزلة اللي حطيتوا نفسكم فيها شايفين إنه الذاكرة بتاعتكم مش قادرة تتقبل الوضع اللي وصلتم ليه، وكمان مش قادرة تتقبل إنكم أنتم حقيقة في وقت من الأيام كنتوا كده، كنتوا كويسين ويعني وجذابين وعندكم انوثه او عندكم يعني اذا كنت رجل بتتفرج عندك يعني رشاقه واناقه وبتاع رجل كده. فاصبحتم دلوقتي يعني متلخبطين ما بين ماضي
غير مباح ليكم وحاضر صعب عليكم، مش عارفين تخرجوا من الدوامة دي اللي يعني أصبحتم فيها، فعشان كده أنتم حطيتوا نفسكم في العزلة دي. طب إلى أين حتأخذكم الوحدة دي، أو حتأخذكم العزلة دي؟ إلى أي نقطة حتأخذكم العزلة دي؟ الـ Eight of Pentacles. العزلة دي حتخليكم يعني تمشوا في طريق زي ما قلت لكم، تراجعوا كل غلطة أخطأتموها في حياتكم وتاخدوا العبرة منها وتاخدوا منها درس. زي ما نشوف الرجل ده بيصلح الحاجات دي وبعدين يعلقها وحطها في مكانها. يعني العزلة اللي انتم فيها دلوقتي والحالة النفسية اللي انتم فيها دلوقتي، لما هتقدروا يعني تثبتوا أفكاركم هتتوصلوا على أنكم تدرسوا كل حاجة مريتوا عليها، كل حاجة مريتوا عليها بالتدقيق، تعرفوا إيه الخطأ يعني الأخطاء اللي ارتكبتموها، إيه الحاجات اللي مثلا في أي علاقات كانت سواء مساعدة أو حب أو مع العيلة، إيه الحاجة اللي ديتوها فوق اللازم، وإيه الحاجة اللي كانت لازم تتعمل، وإيه يعني النتيجة الخلاصة اللي هتخرجوا اللي خرجتم منها من الدرس ده، عشان المرة الجاية لما تخرجوا من العزلة بتاعتكم تقدروا تواجهوا الواقع بكل شجاعة وبكل قوة وبكل حماية كمان، كومن بوكليه زي ما نقول بالفرنساوي، يعني زي الواقي كده، الدرع الواقي ليكم. إلى هذه النقطة حتوصلكم العزلة اللي انتم فيها أو حطيتوا نفسكم فيها دلوقتي، أو الوحدة اللي انتم حطيتوا نفسكم فيها. بس هنا يعني الكارت ده بيقول إيه؟ بيقول إنه يجب أخذ درس من كل خطوة حسيتوا إنكم اتظلمتم فيها، أو فهمتم غلط، أو اديتوا أكتر من اللازم في الخطوة دي، سواء فلوس سواء حب سواء عناية أو حماية أو أي حاجة. يجب إنكم تاخدوا درس من الحاجات دي، وده اللي بينصحكم به الكارت ده. طب إزاي هتقدروا يعني تتحكموا في الوحدة دي عشان ما تدخلوش في الاكتئاب والحاجات، الاكتئاب والانعزال الشديد ده اللي بيأثر على نفسية الإنسان، إزاي تعملوا عشان تسيروا العزلة دي؟ كارت Page of Pentacles. زي ما قال الكارت ده إنكم تدوا بقد ما يعطوكم، إنكم تحبوا نفسكم، إنكم أنتم كمان من حقكم الحاجات اللي يعني اللي ضحيتوا فيها في الماضي، من حقكم ان انسان كمان يضحي عشانكم. يجب انكم تفكروا بالطريقه دي، يجب انكم تفكروا انه الحاجات اللي اخطأتم فيها او الحاجات اللي حصلت لكم مش كلها يعني ناتجه منكم انتم، انكم اخطأتم، لا. اذا حبيتي حد او حبيت واحده وما عرفتش قيمتك وخرجت من حياتك فهي الغلطانه مش انت او مش انتي. ما تحطوش دايما الخطا عليكم انتم، لانكم انتم كمان من حقكم تتحبوا، من حقكم تعيشوا، من حقكم تكسبوا المال، من حقكم تشتري عربيه، من حقك تشتغلي، من حقك يكون عندك الحاجات اللي انت عاوزاهم او اللي انت عاوزهم. لما تثبت الفكرة دي في دماغك أو تثبت الفكرة دي في دماغك هتقدري تعرفي إزاي تتحكمي في الوحدة دي وفي العزلة دي عشان ما تدخلوش في الاكتئاب والانطواء النفسي والروحاني. عرفنا من هنا ومن هنا يعني إيه اللي لازم تعرفوه، إزاي يعني تسيروا الوحدة دي. زي ما قلت لكم أخذ درس من الماضي، دلوقتي انتم هنا، نبدا من الاول، انتم هنا حيرانين ما بين يعني في دوامه ما بين اذا ازاي كنتم في الماضي وازاي اصبحتم دلوقتي، بعدين ايه الحاجه اللي
لازم تعرفوها من يعني تفهموا أو تخرجوا منها كنتيجة من العزلة دي، إنكم تاخدوا درس من الماضي وتصلحوا كل حاجة عملتوها بالخطأ. مثلا زي ما قلت لكم حبيتوا في زيادة، انقصوا من الحب ده، اعملوا بالند بالند، يعني زي ما يقولوا يعني اديت 100 ادي لك 100، اعطي اديني 100، اديتك 50 اديني 50. يجب ان يكون الاخذ والعطاء متوازن، مش يعني كده كل حاجه نديها بدون معيار بدون قياس. اوكي، طب ايه هي نصيحه الكروت ليكم؟ زي ما قلت لكم بقد ما تدوا يعني بقد ما تعطوا يجب انهم يدوا لكم كمان، في اخذ وعطاء، مش عطاء بس والاخذ ما فيش، لا يجب انكم تدوا قيمه لنفسكم مع في اي موقف او في اي حاجه انتم او مع اي انسان انتم بعلاقه معه، سواء العيله، اصدقاء، جيران، حبيب، زوج، زوجه، ابن، يعني احد من الاقارب، يجب انكم انتم كمان تفردوا نفسكم، مش بطريقه، ما اقولش تفردي نفسك عشان تخربي بيتك ومش عارفه ايه، لا اتكلمي بكلام يعني او اتكلم بكلام منطقي، ويعني واسالي الطرف الثاني ده سواء قريب او زي ما قلنا كل الحالات، هل يرضيك لو كنت انت في مكان يحصل لك كده؟ بما انك مش هترضى، ازاي عاوزني انا ارضى بالطريقه دي؟ يعني طريقه سلسه دي، يعني نصيحة الكروت ليكم. زي ما قلنا هنا نصيحة الكروت ليكم انكم يعني تستاهلوا كل خير في الحياة دي، ومن حقكم انتم كمان تاخدوا الحاجات اللي انتم عاوزينها وتدوا الحاجات اللي انتم عاوزينها، مش شرط انكم دايما انتم اللي بتضحوا وانتم مش عارفة ايه، او انكم تفتكروا ان الناس كلها عندها حق وانتم اللي اخطأتم وتحسبوا نفسكم وتظلموا نفسكم اكتر ما هي مظلومة معكم. ولنفسك حق عليك. اوكي، هنشوف دلوقتي، اخترت لكم هنا بعض الأدعية او بعض المقولات، هختار لكم واحدة منها ونشوف ايه هو الفال بتاعكم. يلا بسم الله، تعرفوا تقرأوا العربية. دعاء الرزق: اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل ساعة، هون على كل صعب ويسر على كل عسير، إن شاء الله أمين، وربنا يستركم. يلا الأبراج، مش هنقولكم الأبراج، التقط الأبراج كلها هنا، يعني دي قراءة عامة لحالة نفسية، فمش هنحدد بالأبراج. دلوقتي نمر للقراءة لأصحاب القراءة الثانية، ومشكورين على تتبع القناة بتاعنا، مع السلامة. نمر دلوقتي لأصحاب القراءة الثانية، لأول حرف من اسمهم يبدأ بالأحرف دي وهي قدامكم على الشاشة، أو اللي اختاروا القلادة دي. يلا هنخلط الكروت ونشوف ونسأل، يعني ايه بتعني الوحدة اللي انتم فيها او العزلة اللي انتم فيها؟ التو اوف بنتكل، غالبا انتم في يعني ادخلتم نفسكم في العزلة دي او أجبرتم على العزلة دي عشان اختلطت عندكم الأمور، مش عارفين إذا كنتم أخطأتم ولا لأ في الحاجة اللي أوصلتكم للعزلة دي، أو فقدتم معيار من معايير الحياة قدام يعني تصرف الناس معاكم، أصبحتوا تحسوا نفسكم إنكم جيتم كوكب آخر، لا فيه يعني معيار للدين، لا فيه معيار للقرابة، لا فيه معيار يعني
للعلاقة الزوجية، ما في علاقة يعني قرابة لعلاقة ما بين الأولي يعني الأب والأم والأولاد، ويعني فيس فيرسا والعكس صحيح. مش عارفين يعني إيه، على أي قدم تقفون. أنتم اتربيتم وعندكم فكر وعندكم مبادئ قيمة، بس الناس اللي تعاملتم معها وأوصلتكم لأنكم تدخلوا للعزلة دي، تصرفاتها معاكم كانت مغايرة مغايرة تماما يعني للمعتقدات بتاعكم وللتربية بتاعتكم والديانة بتاعتكم، رغم ان الناس دي عندها ربما نفس الديانة نفس المجتمع عايشين فيه ونفس الأسرة، بس انتم محتارين ازاي الانسان ده تصرف معايا كده والانسانة دي اتصرفت معايا كده. حاسين نفسكم زي ما قلت لكم في الاول جايين من كوكب اخر. بعض الأحيان لو كانت العلاقة ما بينكم ما بين الأب أو الأم علاقة مش كويسة، بتجيب تراودكم أفكار وأسئلة غريبة، يعني لدرجة أنكم تتساءلون بعض الأحيان، هل أنا بنتهم؟ هل أنا ابنهم؟ عشان يتصرفوا معايا أو يعني متبنييني عشان يتصرفوا معايا بالطريقة دي؟ فعشان كده يعني البعض منكم هو دلوقتي مش فاهم نفسه، يعني مش فاهم نفسه ازاي هيتصرف مع الناس، فعشان يقي نفسه من الحاجة اللي اتصدم بيها مع الناس دول، يعني ادخلتم نفسكم في العزلة دي. وغالبا البعض الاخر هو ادخل نفسه في عزلة لانه معرفش ازاي اي طريق او اي هدف عاوز يوصل له، الامور اصبحت مبهمة قدامه أو العروض مختلفة قدامه، مش عارف يعمل ده ولا ده ولا ده. يعني مثلا كثرتكم ما تطلبوا في يعني العلاقات الغرامية، ف انتم يعني البعض منكم بتقولوا يعني أبقى معاه أنتظره ما انتظرش، أنتظر رجوعه ما انتظرش رجوعه، أدخل في علاقة أخرى لا مش هدخل في علاقة أخرى لأنه هيحصل لي نفس الحاجة اللي حصلت مع الآخر، ودايما كده يعني مش عارفين على أي قدم تقفون، مش عارفين أي هدف أنتم عايشين عشانه في الدنيا دي، أو دوركم في الحياة مش عارفينه مش فاهمينه. طب إلى أين يوصلكم يعني توصلكم العزلة دي؟ شوفوا سبحان الله، توازن عدم توازن وهنا توازن، يعني احنا بنتكلم في نفس النطاق. هتوصلكم لايه؟ هتوصلكم الى التوازن اللي انتم دلوقتي مش ما عندكمش، يعني هنا عدم التوازن بس هنا توازن. هتدوا لكل انسان قيمته، هتعرفوا اسس الحياه، وهتعرفوا ازاي تتخلصوا من الحاجه دي اللي عندكم دلوقتي وادخلتكم في العزله دي. هتعرفوا ان الدنيا دي مش مبنيه على انسان ومش مبنيه على فلوس او حاجه من كده، لا ان الدنيا دي هي معموله، يعني احنا عايشين في دنيا مش لوحدينا، مش مع نسخه تبقى الاصل لينا، لا في ناس مختلفه زي ما شوف الكارت هنا، الغني والفقير والمتوسط، يعني في الغناء يعني في الغناء يعني في الثروة، يعني هنا إنسان بيدي الفلوس ودي كويسة بس دي يعني لبسها مقطع ومسكينة وفقيرة وكل حاجة. فهنا حتوصلكم الحياة على إنكم ما تتغروش في بعض الحاجات أو ما تتغروش أو تظلموا نفسكم. فالبعض منكم ربما من كترة هو انه يعني عنده طريقة التعامل طيبة وبحبك وبتحبني ونعيش في قصته ناكل خبز ومية ومش عارفة ايه، فيعني هتفهموا ان الدنيا دي مش زي الافلام، الدنيا دي مش زي ما كنتم بتفكروا في السابق، ان كل حاجة يجب انكم تدولها حقها زي يعني بقيمتها زي ما نشوف كده. تعرفوا يعني تحددوا الصح من الغلط، تغيروا بعض الأفكار الصبيانية اللي كانت عندكم، يعني بين قوسين أنا يعني مش بتكلم عليكم بكلام مش كويس عشان لما قلت بأفكار صبيانية يعني أو أفكار مراهقين،
لأن البعض منكم يعني 85% منكم الحاجة اللي أدخلته لعدم التوازن ده إنه عندكم يعني مشكلة التعلق، تعلق بحاجة ورافضين تسيبوها، تعلق بحاجة ورافضين تسيبوها، اتركوها عشان ترجع، إذا ما رجعتش ترجع أحسن منها، اللي هي أحسن منها، ترك بعدين هتجيلكم حاجة أخرى أو نفس الحاجة هترجع ليكم. فعشان كده الطريق دي هتوصلكم للنقطة دي، عدم توازن توصلكم للتوازن اللي يعني أنتم بتبحثوا عنه. طب إزاي تقدروا تسيروا أو تسايروا هذه العزلة؟ أنكم تكونوا عادلين مع أنفسكم، أنكم تفكروا صح، أنكم الصح والخطأ الغلط بتاعكم يعني مفهومكم للصح والغلط غلط، هو مفهوم كويس، هو ده هو الصح، مش شرط أنكم أنتم تغيروا من نفسكم عشان تردوا الغير، لا أنتم على حق، يجب أنكم تسيروا العزلة دي بطريقة أنكم تثقوا بنفسكم على أنكم أنتوا صح مش الغلط، الغلطين يعني في المشكلة دي اللي وصلتكم للعزلة دي. كونوا صارمين، أنتم ما أخطأتمش رغم يعني التفكير ده اللي اتكلمنا عليه هنا، ده بينصحكم إزاي تسيروا المرحلة اللي انتم فيها دلوقتي في العزلة اللي انتم فيها دلوقتي، حتى لو كنتم يعني متجوزين او مع اسرتكم او وبتشتغلوا مع زملاء يعني، بس حاسين نفسكم في عزلة اصبحتم منعزلين، حتى ولو كنتم في وسط 100 ناس كده متطورين بيكم كده بس قاعدين في عزلة. الطريقة عشان ما تأثروش على نفسكم وما ترهقوش نفسكم انكم تشوفوا نفسكم انكم انتم على حق وان الافكار بتاعكم هي الصحيحة مش افكار الناس، انكم بتمشوا زي ما انتم عاوزين مش زي ما الناس عاوزينكم تمشوا، ان قراركم هو القرار مش قرار الناس، ما تستنوش قرار الناس، خدوا قراركم انتم، او بالاحص او بالاحص لك مش عارفة بجيب الكلمات دي منين يعني، وبالأخص يعني بيقول لكم هنا الكارت ده كمان استمعوا لآراء الناس بس اختاروا الحاجة اللي تريحكم انتم مش اللي تريح الناس، واعرفوا ازاي يعني تسيروا اي حاجة اي مرحلة بتمروا بيها، سواء العزلة دي أو محادثة مع أي حد أو دخول في علاقة مع أي حد، يجب أنكم تحطوا حدود للناس دي مهما كانت مرتبتها في حياتكم، أسرة، أولاد، والدين، زوج، خطيب، حبيب، زملاء عمل، لك حدودك ولي حدودي، تنتهي حدودك في بداية يعني حرية الناس، تنتهي حريتك لما تبدأ حرية الناس في حياتهم، فأنت كمان بداية حريتك هي توقف، يعني عندما تتوقف حرية الناس، توقف، اعملوا الفاصل ده عشان تقدروا تستمروا وتخرجوا من العزلة دي بشخصية قوية وتخرجوا من عدم التوازن ده وعدم اللخبطة اللي في عقلكم دلوقتي. طب ايه نصيحة الكروت ليكم؟ نصيحة الكروت ليكم إنكم تتوقفوا من التفكير في الماضي أو التفكير في الأهداف اللي عملتوها في الماضي، لأنكم لما هتخرجوا من العزلة دي اللي تكلمنا عليها دلوقتي ويعني والأسئلة اللي طرحناها، هتخرجوا يعني بحاجات مهمة ليكم على المضي قدما في حياتكم على الوصول لحاجة. فهنا الكارت هنا بنصحكم بإيه؟ انسوا الأهداف اللي عملتوها في الماضي واللي أوصلتكم للدرجة دي، واستعملوا الحاجات اللي خرجتم منها أو خرجتم بها من العزلة دي عشان يعني تعملوا هدف جديد في حياتكم وتستمروا عليه حسب الحاجات اللي تحصلتم عليها لما كنتم في العزلة دي، اعملوا هدف جديد
بأسس جديدة بمفهوم جديد عشان تقدروا تنجحوا على أنكم تنعيشوا حياتكم وتغيروها إلى الأحسن بطاقة إيجابية. إلى هنا وصلنا، استنوا، يعني هتقولوا لي الأبراج، أقول لكم طاقات مائية هوائية وترابية نارية قليلة. يلا نيجي دلوقتي لمجموعة من الأدعية، هنا هنخلطها ونختار لكم دعاء لعل الله يعني يتقبله ويرزقكم بالحاجة اللي هنقراها دلوقتي. اللهم انزع من قلبي الرياء والسمعة والغيبة والنميمة والكره والبغض والحسد. أهو إن شاء الله نمر دلوقتي لأصحاب القراءة الثالثة والأخيرة. سقط ده هنشوفه ليكم كمان. دعاء لكل مريض. اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت الضر يعقوب، اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم ويعلم بحاله إلا أنت. اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض. ربي أرح ثم هون ثم أشفي ثم نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت، إنك على كل شيء قدير. آمين يا رب. يلا نمر دلوقتي لأصحاب القراءة الثالثة. عشان ما تجيش القراءة نفسها. يلا. أصحاب القراءة الثالثة. الأحرف دي أو اللي اختاروا الحجر الأزرق ده باللوري. يلا إيه معنى العزلة اللي انتم فيها دلوقتي أو الانطواء اللي انتم فيه دلوقتي؟ إيه معنى؟ غالبا هنا يعني انتم دخلتم متأثرين تقريبا كلكم بعلاقات عاطفية، زي ما شوف كده بعلاقات عاطفية، والبعض منكم يعني من الأب والأم كمان، زي ما شوف آدم وحواء، سيدنا آدم وحواء. فالبعض منكم هنا متأثر بتعامل الأب والأم معه اللي هو غير منطقي أو سوي، مع لو نبص تعاملهم معكم أو مع ومع إخوتكم في فرق، في تفريق ما بينكم، فيه نوع من التمييز ما بينكم أنتم وبين الإخوة والأخوات الأخرين. فأنتم ربما بتتعاملوا معكم بطريقة مش كويسة، والإخوة الآخرين يتعاملوا معهم بطريقة كويسة، فأدخلتم أصبحتم في عزلة، والعزلة دي مخلياكم يعني تستديروا لله سبحانه وتعالى عشان يملي المكان الفراغ، يعني الفارغ أو الفراغ ده اللي في قلبكم، الفراغ العاطفي اللي بتاع الوالدين دول. فعشان كده البعض منكم هنا أدخل نفسه في عزلة أهو. أمنا حواء وأبونا آدم، يعني شجرة الشجرة بتاعت التفاح والثعبان ده اللي يعني أغرى سيدنا آدم أبونا آدم للأكل منها. والبعض الآخر زي ما قلت لكم أصبحتم في العزلة دي جراء علاقة عاطفية، وغالبا علاقة ثلاثية، يعني وانتم دلوقتي يعني عايشين في ذكرى الإنسان ده في وقت اللي كان بيحبكم، أو في الوقت اللي كنتم عايشين مع بعض في هنا وسخاء وحب وكل حاجة. غالبا اتغيرت الأمور عندكم، ومن شدة الألم اللي تألمتوه، من شدة الظلم اللي اتظلمتوه، ما دلوقتي أصبحتم يعني مش قادرين
تختلطوا مع أي حد ولا تتكلموا مع أي حد، بس يعني أصبحت علاقتكم مع ربنا أوطد وأحسن من اللي كانت عليه من قبل، وأصبحت هي العلاقة الوحيدة اللي بتريحكم، يعني بتتكلموا مع ربنا في صلواتكم في دعائكم في كل حاجة، ودي هي الحاجة الوحيدة اللي أصبحت بتريحكم، يعني بتديلكم نوع من الراحة الروحانية. فعشان كده انتم حبستم او حبيتوا العزلة دي وقررتم انكم تقعدوا فيها، زي ما نقول احنا انبوة سوفتاج، يعني العجلة دي اللي بيسبحوا فوقها كده، مش عارفة بيسموها ايه، منفوخة بالهواء، شو شايفينها كده يعني زي تايتانيك لما غرق في المية في البحر يعني كده، واصبحوا المسافرين يعني يتشبطوا في اي خشب بيدفع المية كده. انتم دلوقتي الخشبة اللي اتشبتتم فيها عشان ما تغرقوش هي صلتكم مع ربنا، دخولكم في العزلة دي وصلتكم مع ربنا. طب إلى أين ستأخذكم هذه العزلة؟ شوفوا كده، رجل وامرأة وطفل، يعني علاقة زوجية مع علاقة ثلاثية، وكمان الطريق اللي هتوصلكم أو النقطة اللي هتوصلكم ليها العزلة دي هي إنكم هتمروا بعض المراحل لما صلتكم مع ربنا، وغالبا انتم عندكم روحانيات عالية، عندكم طاقة روحانية عالية، فغالبا الروحانيات دول وتعبدكم وتزهدكم لله سبحانه وتعالى هيديكم في طريق يعني اللي فيه راحة البال، اللي فيه تجدد للطاقة بتاعتكم، زي ما لو كنتم اتولدتم من ضروي جديد، زي ما نشوف الكارت ده اهو، لا فيها طاقة جميلة. القراءة الثالثة دي أنا حاسة براحة يعني بارتياح في القراءة دي، زي ما قلت لكم يعني الأسى اللي قضيتوه في الماضي والحزن والألم، البعض منكم ربما كمان يعني اتأذى حتى في صحته، فأصبحتم دلوقتي بتساعدوا الناس او في طريق رغم العزله اللي انتم فيها، بس مره على مره بتساعدوا الناس حتى ولو كانت بكلمه طيبه زي ما نشوف كده. ويعني والسيف ده زي ما لو كنا يعني انه في حاجه الهيه كده يجب على الانسان انه يوافق عليها ويتفهمها. فزي ما قلنا هنا يعني المرة الأولى إنه في بعض منكم اتأذى كتير من الأب والأم وعملة الأب والأم ليه، بس الطريق اللي هتوصل لك ليه للارتياح ده والطاقة الجديدة دي والأهداف الجميلة اللي هتحطها في حياتك والتحرر اللي هتكون فيه بعد الخروج من العزلة دي، إنك يعني مقيد بكلام ربنا، كلام العدل، كلام ربنا سبحانه وتعالى في قوله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه بالوالدين إحسانا. فأنتم دلوقتي يعني سمحتم الوالدين بتاعكم، يعني هتسامحوا، يعني إحنا بنتكلم إلى أين يعني في المستقبل، أو البعض منكم خلص سامح التعامل السيء ده ورضيتم بالحاجة دي، لأن ربنا ربما يا إما قلب الحالة عندكم أو هيقلب الوضعية عندكم، لأنكم يعني حقيقة أنتم خارجين أو هتخرجوا أو في الخطوات الأولى من الخروج من العزلة دي بطاقة كويسة، تتعثرون بس في طاقة كويسة لتحقيق أهدافكم، زي ما لو كنتم اتولدتم من دروي جديد. هتلاقوا كمان المساعدة من إنسان غريب هتحسوا في يعني في تعامله معاكم وفي يعني مسيرته معاكم انه انسان، حتى ولو كانت مده التعارف ما بينكم قصيره، هتحسوا ان الانسان ده بتعرفوه منذ مده طويله يعني.
اوكي. طب دلوقتي ازاي هتتحكموا في العزلة دي اللي انتم فيها عشان توصلوا للحاجة دي؟ ازاي تتحكموا في العزلة دي عشان ما تأذوش نفسكم؟ جاجمنت زي ما قلت لكم هنا، العدالة، عدالة الله سبحانه وتعالى، انكم تتقبلوا انه يعني بمفهومكم الاول ده اللي قلت لكم اصبحتم يعني في عزلة وتدعوا ربنا وكل حاجة، انتم يعني الحاجة اللي هتخليكم تصبروا على العزلة دي وتخليكم تحسوا ان العزلة دي مرحلة كان لازم عليكم تمروا منها. فالدعاء بتاعكم لربنا والروحانيات اللي عندكم، وعندكم نضوج روحاني أكتر ما هو نضوج فكري. نضوج روحاني يعني إيه؟ نضوج الروحاني إنكم يعني مش من الناس اللي خلاص أنا اتأذيت مش هساعد ومش هعمل ومش هعمل ومش هعمل، لأ، هتعرفوا إزاي تتعاملوا مع الناس قبل ما تساعدوهم. ازاي يعني ايه لازم اولا تعرفوا تتحققوا من حب الانسان ده والانسانه دي ليكم، بعدين تحبوا انتوا كمان. الطريقه عشان يعني تصبروا في العزله دي هو النمو الروحاني، لانكم انتم عندكم قوه روحانيه هي اللي هتساعدكم على انكم ما تتاثروش كتير بالعزله دي، لانها مرحله كان لازم عليكم تمروا بيها. مرحلة كان لازم عليكم تمروا بيها. طب ايه هي نصيحة الكروت ليكم يا اصحاب القراءة الثالثة؟ يلا، لا قلت لكم يعني انتوا ناس مميزين جدا، اصحاب القراءة الثالثة ناس مميزين جدا، عندكم نمو روحاني زي ما قلت لكم هنا. كل الكروت بتشوفوا كده ملاك ملاك ملاك، ثلاث كروت بتأكد على الملائكة، على وجود الملائكة في يعني في القراءة بتاعتكم، في الطاقة بتاعتكم. فعندكم طاقة روحانية كبيرة جدا، هتعرفوا عن ازاي تستعملوا الحاجات المكتسبات اللي اكتسبتموها في الماضي وفي العزلة بتاعتكم عشان تبنوا المستقبل بتاعكم. هتجيلكم مساعدة من عند ربنا، يديلكم الوسيلة اللي هتقدروا تبنوا بيها المستقبل بتاعكم درجة بدرجة وبالطريقة اللي انتم عاوزينها وللوصول إلى الهدف اللي انتم عاوزينه إن شاء الله. طاقة الأبراج اللي هنا طاقات هوائية، تقريبا كل الطاقات هنا هوائية مائية وترابية ونارية. أوكي، طب إيه هو الدعاء اللي هنختاروا لكم في القراءة بتاعتكم؟ ايه هو نصيبكم من الدعاء هنا؟ هنخلص انو النية، يعني عقود النية على اي حاجة، اتمنوا حاجة، وهنشوف يعني الدعاء اذا كان ليكم ولا لا. يلا هناخد اتنين بما انهم كانوا الاتنين مع بعض. الدعاء الاول اهو قدامكم، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما تبقى وارزقنا الدرجات العليا من الجنة، آمين يا رب. الدعاء الثاني، اللهم سخر من أقدارنا أجملها ومن السعادة أكملها ومن الأمور أيسرها ومن الخواطر أوسعها ومن حوائج الدنيا ما يرضيك عنا، إن شاء الله. ده دعاء يعني جميل جدا لأنهم هم كويسين. أتمنى لكم تحقيق كل الأمان بتاعتكم، وربنا يهدن الغضب اللي في داخلكم والحزن اللي في داخلكم ويقلبوا فرح وسعادة عليكم. شكرا لتتبعكم لنا، وأقول لكم إلى الملتقى، مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينا.
النهاردة حسب طلب المشتركين عشان نعمل فيديو حول التطور الذاتي أو فهم نفسنا عن طريق التارو. سنتطرق النهاردة حسب ما قرأت يعني بتقرأوه على عنوان الفيديو ده، إيه معنى أو إيه هو المعنى الأصح للوحدة اللي أنتم فيها دلوقتي، أو إيه هي الحاجة اللي وصلتكم للوحدة اللي أنتم فيها دلوقتي أو للعزلة اللي أنتم فيها دلوقتي. هيكون الاختيار حسب أول حرف من اسمكم. اختيار أول فاء صاد قاف راء شين تاء ثاء غين وخاء، أو اختيار الحمامتين القلب ده الأبيض مع الحمامتين. اختيار تاني طاء ياء كاف لام ميم نون سين عين وضاد، أو اختيار استنوا نشوف نختار ايه القلادة دي كاختيار ثاني، ألف باء ضاد جيم دال هاء واو زين حاء وذال كاختيار ثالث، أو نختار الحجر البلوري ده الأزرق يعني كاختيار ثالث. نرجع دلوقتي لأصحاب الاختيار الأول ونحط الأحرف هنا عشان تكون على مرأى الجميع. استنوا شوية نحط شوية مكان، أيوة كده الأحرف أظن كلها واضحة، أيوة الأحرف كلها واضحة على الشاشة. يلا يعني الفيديو ده مش هيكون طويل لأنه هيختصر على بعض الأسئلة هنطرحها فيما يخص الوحدة أو العزلة اللي أنتم فيها دلوقتي. إيه المعنى أو ليه أنتم دلوقتي في العزلة اللي أنتم فيها دلوقتي؟ حتى الكروت مش عاوزة يعني تتخلط برشاقة. يلا إيه معنى الوحدة دي؟ الوحدة اللي انتم فيها دلوقتي زي ما نشوف كده The Empress. دلوقتي انتم منزوين على نفسكم ومنطوين على نفسكم عشان دلوقتي يعني طريقة غير مباشرة عاوزين تحافظوا على نفسكم، عاوزين تحافظوا باللي تبقى منكم. غالبا البعض منكم بيراجع نفسه ازاي كان في الماضي وإيه اللي حصل عشان يوصل للدرجة اللي وصلتوا لها دلوقتي اللي وصلتكم للعزلة دي. فأنتم دلوقتي غالبا في عزلة، بس زي ما لو نقول إنكم دخلتم في نوع من الإبنوز يعني نوع من التنويم الروحي الفكري عشان تنسوا الواقع بتاعكم، أصبحتم في العزلة دي وتفكروا في الأيام الجميلة اللي قضيتوها في الماضي أو بعض الحالات اللي كنتم فيها كويسين في الماضي. زي ما نشوف The Empress السيدة دي الجميلة دي الإمبراطورة الجميلة دي اللي قاعدة كده وتتباهى بالأنوثة بتاعتها والجمال بتاعها وكل حاجة. فأنتم دلوقتي يعني في العزلة اللي أنتم فيها دلوقتي عاوزين تربطوا الماضي ده مع الحاضر، بس مش لاقيين يعني الطريقة عشان توصلوا ده لده الماضي للنهاردة، لأن في حاسين إن في حاجة اتكسرت وتبحثوا عنها يعني عن الطريق اللي توصل ما بين إزاي كنتم في الماضي وإزاي أنتم دلوقتي. حاسين إن في حاجة اتكسرت مش قادرين يعني تعرفوا ليه حصل كده وإزاي حصل كده وليه أنتم بالذات حصل لكم كده رغم طيبة قلبكم يعني مش هقول السذاجة ولكن النية الخالصة بتاعتكم دي اللي بتحبوا من كل قلبكم بتساعدوا من كل نية بتاعتكم الخالصة يعني كده. فأنتم دلوقتي العزلة اللي حطيتوا نفسكم فيها شايفين إنه الذاكرة بتاعتكم مش قادرة تتقبل الوضع اللي وصلتم ليه، وكمان مش قادرة تتقبل إنكم أنتم حقيقة في وقت من الأيام كنتوا كده، كنتوا كويسين ويعني وجذابين وعندكم أنوثة أو عندكم يعني إذا كنت رجل بتتفرج عندك يعني رشاقة وأناقة وبتاع رجل كده. فأصبحتم دلوقتي يعني متلخبطين ما بين ماضي غير مباح ليكم وحاضر
صعبة عليكم، مش عارفين تخرجوا من الدوامة دي اللي يعني أصبحتم فيها، فعشان كده أنتم حطيتوا نفسكم في العزلة دي. طب إلى أين حتأخذكم الوحدة دي، أو حتأخذكم العزلة دي؟ إلى أي نقطة حتأخذكم العزلة دي؟ الايت اوف بنتكل، العزله دي هتخليكم يعني تمشوا في طريق زي ما قلت لكم، تراجعوا كل غلطه اخطأتموها في حياتكم وتاخدوا العبره منها وتاخدوا منها درس. زي ما نشوف الرجل ده بيصلح الحاجات دي وبعدين يعلقها وحطها في مكانها. يعني العزله اللي انتم فيها دلوقتي والحاله النفسيه اللي انتم فيها دلوقتي، لما هتقدروا يعني تثبتوا أفكاركم هتتوصلوا على إنكم تدرسوا كل حاجة مريتوا عليها، كل حاجة مريتوا عليها بالتدقيق، تعرفوا إيه الخطأ يعني الأخطاء اللي ارتكبتموها، إيه الحاجات اللي مثلا في أي علاقات كانت سواء مساعدة أو حب أو مع العيلة، إيه الحاجة اللي ديتوها فوق اللازم، وايه الحاجه اللي كانت لازم تتعمل، وايه يعني النتيجه الخلاصه اللي هتخرجوا اللي خرجتم منها من الدرس ده، عشان المره الجايه لما تخرجوا من العزله بتاعتكم تقدروا تواجهوا الواقع بكل شجاعه وبكل قوه وبكل حمايه كمان، كومن بوكليه زي ما نقول بالفرنساوي، يعني زي الواقع كده، الدرع الواقي ليكم. الى هذه النقطه حتوصلكم العزلة اللي انتم فيها او حطيتوا نفسكم فيها دلوقتي، او الوحدة اللي انتم حطيتوا نفسكم فيها. بس هنا يعني الكارت ده بيقول ايه؟ بيقول انه يجب اخذ درس من كل خطوة حسيتوا انكم اتظلمتم فيها، او فهمتم غلط، او اديتوا اكتر من اللازم في الخطوة دي، سواء فلوس سواء حب سواء عناية أو حماية أو أي حاجة. يجب أنكم تاخدوا درس من الحاجات دي، وده اللي بينصحكم به الكارت ده. طب إزاي هتقدروا يعني تتحكموا في الوحدة دي عشان ما تدخلوش في الاكتئاب والحاجات الاكتئاب والانعزال الشديد ده اللي بيأثر على نفسية الإنسان؟ إزاي تعملوا عشان تسيروا العزلة دي؟ كارت Page of Pentacle، زي ما قال الكارت ده إنكم تدوا بقد ما يعطوكم، إنكم تحبوا نفسكم، إنكم أنتم كمان من حقكم الحاجات اللي يعني اللي ضحيتوا فيها في الماضي، من حقكم ان انسان كمان يضحي عشانكم. يجب انكم تفكروا بالطريقة دي، يجب انكم تفكروا انه الحاجات اللي اخطأتم فيها او الحاجات اللي حصلت لكم مش كلها يعني ناتجة منكم انتم، انكم انتم اخطأتم، لا. اذا حبيتي حد او حبيت حد واحدة وما عرفتش قيمتك وخرجت من حياتك، فهي الغلطانة مش انت او مش انتي. ما تحطوش دايما الخطأ عليكم انتم، لانكم انتم كمان من حقكم تتحبوا، من حقكم تعيشوا، من حقكم تكسبوا المال، من حقكم تشتري عربية، من حقك تشتغلي، من حقك يكون عندك الحاجات اللي انت عاوزاهم او اللي انت عاوزهم. لما تثبت الفكرة دي في دماغك أو تثبت الفكرة دي في دماغك هتقدري تعرفي إزاي تتحكمي في الوحدة دي وفي العزلة دي عشان ما تدخلوش في الاكتئاب والانطواء النفسي والروحاني. عرفنا من هنا ومن هنا يعني إيه اللي لازم تعرفوه، إزاي يعني تسيروا الوحدة دي. زي ما قلت لكم، أخذ درس من الماضي، دلوقتي انتم هنا، نبدا من الاول، انتم هنا حيرانين ما بين يعني في دوامه ما بين ازاي كنتم في الماضي وازاي اصبحتم دلوقتي، بعدين ايه الحاجه اللي
لازم تعرفوها من يعني تفهموا أو تخرجوا منها كنتيجة من العزلة دي، إنكم تاخدوا درس من الماضي وتصلحوا كل حاجة عملتوها بالخطأ. مثلا زي ما قلت لكم حبيتوا في زيادة، انقصوا من الحب ده، اعملوا بالند بالند، يعني زي ما يقولوا يعني اديت 100 ادي لك 100، اعطي اديني 100، اديتك 50 اديني 50. يجب ان يكون الاخذ والعطاء متوازن، مش يعني كده كل حاجه نديها بدون معيار بدون قياس. اوكي، طب ايه هي نصيحه القروض ليكم؟ زي ما قلت لكم بقد ما تدوا يعني بقد ما تعطوا يجب انهم يدوا لكم كمان. في اخذ وعطاء، مش عطاء بس والاخذ ما فيش، لا، يجب انكم تدوا قيمه لنفسكم مع في اي موقف او في اي حاجه انتم او مع اي انسان انتم بعلاقه معه، سواء العيله، اصدقاء، جيران، حبيب، زوج، زوجه، ابن، يعني احد من الاقارب. يجب انكم انتم كمان تفردوا نفسكم، مش بطريقه، ما اقولش تفردي نفسك عشان تخربي بيتك ومش عارفه ايه، لا، اتكلمي بكلام يعني او اتكلم بكلام منطقي، ويعني واسال الطرف الثاني ده سواء قريب او زي ما قلنا كل الحالات، هل يرضيك لو كنت انت في مكان يحصل لك كده؟ بما انك مش هترضى، ازاي عاوزني انا ارضى بالطريقه دي؟ يعني طريقه سلسه دي، يعني نصيحة الكروت ليكم. زي ما قلنا هنا نصيحة الكروت ليكم انكم يعني تستاهلوا كل خير في الحياة دي، ومن حقكم انتم كمان تاخدوا الحاجات اللي انتم عاوزينها وتدوا الحاجات اللي انتم عاوزينها، مش شرط انكم دايما انتم اللي بتضحوا وانتم مش عارفين مش عارفة ايه، او انكم تفتكروا ان الناس كلها عندها حق وانتم اللي اخطأتم وتحاسبوا نفسكم وتظلموا نفسكم اكتر ما هي مظلومة معاكم. ولنفسك حق عليك. اوكي، هنشوف دلوقتي، اخترت لكم هنا بعض الأدعية او بعض المقولات، هختار لكم واحدة منها ونشوف ايه هو الفال بتاعكم. يلا بسم الله. تعرفوا تقرأوا العربية؟ دعاء الرزق: اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل ساعة، هون على كل صعب ويسر على كل عسير، إن شاء الله، أمين، وربنا يستركم. يلا الأبراج، مش هنقول الأبراج، طاقة الأبراج كلها هنا، يعني دي قراءة عامة لحالة نفسية، فمش هنحدد بالأبراج. دلوقتي نمر للقراءة لأصحاب القراءة الثانية، ومشكورين على تتبع القناة بتاعنا، مع السلامة. نمر دلوقتي لأصحاب القراءة الثانية، لأول حرف من اسمهم يبدأ بالأحرف دي وهي قدامكم على الشاشة، أو اللي اختاروا القلادة دي. يلا هنخلط الكروت ونشوف ونسأل، يعني ايه بتعني الوحدة اللي انتم فيها او العزلة اللي انتم فيها؟ التو اوف بنتكل، غالبا انتم في يعني ادخلتم نفسكم في العزلة دي او أجبرتم على العزلة دي عشان اختلطت عندكم الأمور، مش عارفين إذا كنتم أخطأتم ولا لأ في الحاجة اللي أوصلتكم للعزلة دي، أو فقدتم معيار من معايير الحياة قدام يعني تصرف الناس معاكم، أصبحتوا تحسوا نفسكم إنكم جيتم كوكب آخر، لا فيه يعني معيار للدين، لا فيه معيار للقرابة، لا فيه معيار يعني
للعلاقة الزوجية، ما في علاقة يعني قرابة لعلاقة ما بين الأولي يعني الأب والأم والأولاد، ويعني فيس فيرسا والعكس صحيح. مش عارفين يعني إيه، على أي قدم تقفون. أنتم اتربيتم وعندكم فكر وعندكم مبادئ قيمة، بس الناس اللي تعاملتم معها وأوصلتكم لأنكم تدخلوا للعزلة دي، تصرفاتها معاكم كانت مغايرة مغايرة تماما يعني للمعتقدات بتاعكم وللتربية بتاعتكم والديانة بتاعتكم، رغم ان الناس دي عندها ربما نفس الديانة، نفس المجتمع عايشين فيه ونفس الأسرة، بس انتم محتارين ازاي الانسان ده تصرف معايا كده والانسانة دي اتصرفت معايا كده. حاسين نفسكم زي ما قلت لكم في الاول جايين من كوكب اخر. بعض الأحيان لو كانت العلاقة ما بينكم ما بين الأب أو الأم علاقة مش كويسة، بتجيب تراودكم أفكار وأسئلة غريبة، يعني لدرجة أنكم تتساءلون في بعض الأحيان، هل أنا بنتهم؟ هل أنا ابنهم؟ عشان يتصرفوا معايا أو يعني متبنييني عشان يتصرفوا معايا بالطريقة دي؟ فعشان كده يعني البعض منكم هو دلوقتي مش فاهم نفسه، يعني مش فاهم نفسه ازاي هيتصرف مع الناس، فعشان يقي نفسه من الحاجة اللي اتصدم بيها مع الناس دول، يعني ادخلتم نفسكم في العزلة دي. وغالبا البعض الاخر هو ادخل نفسه في عزلة لانه معرفش ازاي اي طريق او اي هدف عاوز يوصل له، الامور اصبحت مبهمة قدامه، أو العروض مختلفة قدامه مش عارف يعمل ده ولا ده ولا ده. يعني مثلا كثرتكم ما تطلبوا في يعني العلاقات الغرامية، فأنتم يعني البعض منكم بتقولوا يعني أبقى معاه أنتظره ما انتظرش، أنتظر رجوعه ما انتظرش رجوعه، أدخل في علاقة أخرى لا مش هدخل في علاقة أخرى لأنه هيحصل لي نفس الحاجة اللي حصلت مع الآخر، ودايما كده يعني مش عارفين على أي قدم تقفون، مش عارفين أي هدف أنتم عايشين عشانه في الدنيا دي، أو دوركم في الحياة مش عارفينه مش فاهمينه. طب إلى أين سيصلكم يعني توصلكم العزلة دي؟ شوفوا سبحان الله، توازن، عدم توازن، وهنا توازن، يعني احنا بنتكلم في نفس النطاق. هتوصلكم لايه؟ هتوصلكم الى التوازن اللي انتم دلوقتي مش ما عندكمش، يعني هنا عدم التوازن بس هنا توازن. هتدوا لكل انسان قيمته، هتعرفوا اسس الحياه، وهتعرفوا ازاي تتخلصوا من الحاجه دي اللي عندكم دلوقتي وادخلتكم في العزله دي. هتعرفوا ان الدنيا دي مش مبنيه على انسان، مش مبنيه على فلوس او حاجه من كده، لا، ان الدنيا دي هي معموله، يعني احنا عايشين في دنيا مش لوحدينا، مش مع نسخه تبقى الاصل لينا، لا، في ناس مختلفه زي ما شوف الكارت هنا، الغني والفقير والمتوسط، يعني في الغناء، يعني في الغناء، يعني في الثروة، يعني هنا إنسان بيدي الفلوس ودي كويسة بس دي يعني لبسها مقطع ومسكينة وفقيرة وكل حاجة. فهنا حتوصلكم الحياة على إنكم ما تتغروش في بعض الحاجات، أو ما تتغروش أو تظلموا نفسكم. فالبعض منكم ربما من كثرة هو إنه يعني عنده طريقة التعامل طيبة وبحبك وبتحبني ونعيش في قصته ونأكل خبز ومية ومش عارفة إيه، فيعني هتفهموا إن الدنيا دي مش زي الأفلام، الدنيا دي مش زي ما كنتم بتفكروا في السابق، إن كل حاجة يجب إنكم تدولها حقها زي يعني بقيمتها زي ما نشوف كده. تعرفوا يعني تحددوا الصح من الغلط، تغيروا بعض الأفكار الصبيانية اللي كانت عندكم، يعني بين قوسين أنا يعني مش بتكلم عليكم بكلام مش كويس، عشان لما قلت بأفكار صبيانية يعني أو أفكار مراهقين،
لأن البعض منكم يعني 85% منكم الحاجة اللي أدخلته لعدم التوازن ده إنه عندكم يعني مشكلة التعلق، تعلق بحاجة ورافضين تسيبوها، تعلق بحاجة ورافضين تسيبوها، اتركوها عشان ترجع، إذا ما رجعتش ترجع أحسن منها، اللي هي أحسن منها، ترك بعدين هتجيلكم حاجة أخرى أو نفس الحاجة هترجع ليكم. فعشان كده الطريق دي هتوصلكم للنقطة دي، عدم توازن توصلكم للتوازن اللي يعني أنتم بتبحثوا عنه. طب إزاي تقدروا تسيروا أو تسايروا هذه العزلة؟ أنكم تكونوا عادلين مع أنفسكم، إنكم تفكروا صح، إنكم الصح والخطأ الغلط بتاعكم يعني مفهومكم للصح والغلط غلط، هو مفهوم كويس، هو ده هو الصح، مش شرط إنكم أنتم تغيروا من نفسكم عشان تردوا الغير، لا، أنتم على حق، يجب إنكم تسيروا العزلة دي بطريقة إنكم تثقوا بنفسكم على انكم انتوا صح مش الغلط اللي غلطين يعني في المشكلة دي اللي وصلتكم للعزلة دي. كونوا صارمين، انتم ما اخطأتمش، رغم يعني التفكير ده اللي اتكلمنا عليه هنا، ده بينصحكم ازاي تسيروا المرحلة اللي انتم فيها دلوقتي، في العزلة اللي انتم فيها دلوقتي، حتى لو كنتم يعني متجوزين او مع اسرتكم او وبتشتغلوا مع زملاء يعني، بس حاسين نفسكم في عزلة، اصبحتم منعزلين، حتى ولو كنتم في وسط 100 ناس كده متطورين بيكم كده، بس قاعدين في عزلة. الطريقة عشان ما تأثروش على نفسكم وما ترهقوش نفسكم، انكم تشوفوا نفسكم انكم انتم على حق، وان الافكار بتاعكم هي الصحيحة مش افكار الناس، انكم بتمشوا زي ما انتم عاوزين مش زي ما الناس عاوزينكم تمشوا، ان قراركم هو القرار مش قرار الناس، ما تستنوش قرار الناس، خدوا قراركم انتم، او بالاحص مش عارفه بجيب الكلمات دي منين يعني، وبالاخص يعني بيقول لكم هنا الكارت ده كمان، استمعوا لاراء الناس بس اختاروا الحاجة اللي تريحكم انتم مش اللي تريح الناس، واعرفوا ازاي يعني تسيروا اي حاجة، اي مرحلة بتمروا بيها، سواء العزلة دي او محادثة مع اي حد او دخول في علاقة مع اي حد، يجب انكم تحطوا حدود للناس دي مهما كانت مرتبتها في حياتكم، اسرة، اولاد، والدين، زوج، خطيب، حبيب، زملاء عمل، لك حدودك ولي حدودي، تنتهي حدودك في بداية يعني حرية الناس، تنتهي حريتك لما تبدأ حرية الناس في حياتهم، فأنت كمان بداية حريتك هي توقف، يعني عندما تتوقف حرية الناس، توقف، اعملوا الفاصل ده عشان تقدروا تستمروا وتخرجوا من العزلة دي بشخصية قوية، وتخرجوا من عدم التوازن ده وعدم اللخبطة اللي في عقلكم دلوقتي. طب ايه نصيحة الكروت ليكم؟ نصيحة الكروت ليكم انكم تتوقفوا من التفكير في الماضي او التفكير في الأهداف اللي عملتوها في الماضي، لأنكم لما هتخرجوا من العزلة دي اللي اتكلمنا عليها دلوقتي ويعني والأسئلة اللي طرحناها، هتخرجوا يعني بحاجات مهمة ليكم على المضي قدما في حياتكم، على الوصول لحاجة. فهنا الكارت هنا بينصحكم بإيه؟ انسوا الأهداف اللي عملتوها في الماضي واللي أوصلتكم للدرجة دي، واستعملوا الحاجات اللي خرجتم منها أو خرجتم بها من العزلة دي عشان يعني تعملوا هدف جديد في حياتكم وتستمروا عليه حسب الحاجات اللي تحصلتم عليها لما كنتم في العزلة دي. اعملوا هدف جديد
بأسس جديدة بمفهوم جديد عشان تقدروا تنجحوا على إنكم تنعيشوا حياتكم وتغيروها إلى الأحسن بطاقة إيجابية. إلى هنا وصلنا يعني هتقولوا لي الأبراج أقول لكم طاقات مائية هوائية وترابية نارية قليلة. يلا نيجي دلوقتي لمجموعة من الأدعية هنا هنخلطها ونختار لكم دعاء لعل الله يعني يتقبله ويرزقكم بالحاجة اللي هنقراها دلوقتي. اللهم انزع من قلبي الرياء والسمعة والغيبة والنميمة والكره والبغض والحسد. أهو إن شاء الله نمر دلوقتي لأصحاب القراءة الثالثة والأخيرة. سقط ده هنشوفه ليكم كمان. دعاء لكل مريض. اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت الضر يعقوب، اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم ويعلم بحاله إلا أنت. اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض. ربي أرح ثم هون ثم أشفي ثم نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت، إنك على كل شيء قدير. آمين يا رب. يلا نمر دلوقتي لأصحاب القراءة الثالثة. عشان نتكيش القراءة نفسها. يلا. أصحاب القراءة الثالثة. الأحرف دي أو اللي اختاروا الحجر الأزرق ده باللوري. يلا إيه معنى العزلة اللي انتم فيها دلوقتي أو الانطواء اللي انتم فيه دلوقتي؟ إيه معناها؟ غالبا هنا يعني انتم دخلتم متأثرين تقريبا كلكم بعلاقات عاطفية زي ما شوف كده، بعلاقات عاطفية، والبعض منكم من الأب والأم كمان زي ما شوف آدم وحواء، سيدنا آدم وحواء. فالبعض منكم هنا متأثر بتعامل الأب والأم معه اللي هو غير منطقي أو سوي، مع لو نبص تعاملهم معكم أو مع ومع إخوتكم في فرق، في تفريق ما بينكم، فيه نوع من التمييز ما بينكم أنتم وبين الإخوة والأخوات الأخرين. فأنتم ربما بتتعاملوا معكم بطريقة مش كويسة، والإخوة الآخرين يتعاملوا معهم بطريقة كويسة، فأدخلتم أصبحتم في عزلة، والعزلة دي مخلياكم يعني تستديروا لله سبحانه وتعالى عشان يملي المكان الفراغ، إلا يعني الفارغ أو الفراغ ده اللي في قلبكم، الفراغ العاطفي اللي بتاع الوالدين دول. فعشان كده البعض منكم هنا أدخل نفسه في عزلة أهو. أمنا حواء وأبونا آدم يعني، وشجرة الشجرة بتاعت التفاح والثعبان ده اللي يعني أغرى سيدنا آدم أبونا آدم للأكل منها. والبعض الآخر زي ما قلت لكم أصبحتم في العزلة دي جراء علاقة عاطفية، وغالبا علاقة ثلاثية يعني، وانتم دلوقتي يعني عايشين في ذكرى الإنسان ده وقت اللي كان بيحبكم، أو في الوقت اللي كنتم عايشين مع بعض في هنا وسخاء وحب وكل حاجة. غالبا اتغيرت الأمور عندكم، ومن شدة الألم اللي تألمتوه، من شدة الظلم اللي اتظلمتوه، ما دلوقتي أصبحتم يعني مش قادرين تختلطوا مع أي حد ولا تتكلموا مع أي حد، بس يعني أصبحت علاقتكم مع ربنا
أوطد وأحسن من اللي كانت عليه من قبل، وأصبحت هي العلاقة الوحيدة اللي بتريحكم، يعني بتتكلموا مع ربنا في صلواتكم في دعائكم في كل حاجة، ودي هي الحاجة الوحيدة اللي أصبحت بتريحكم، يعني بتديلكم نوع من الراحة الروحانية. فعشان كده انتم حبستم او حبيتوا العزلة دي وقررتم انكم تقعدوا فيها، زي ما نقول احنا بويت سوفتاج، يعني العجلة دي اللي بيسبحوا فوقها كده، مش عارفة بيسموها ايه، منفوخة بالهواء، شو شايفينها كده، يعني زي تايتانيك لما غرق في المية في البحر يعني كده، واصبحوا المسافرين يعني يتشبطوا في اي خشب بيدفع المية كده. انتم دلوقتي الخشبة اللي اتشبتتم فيها عشان ما تغرقوش هي صلتكم مع ربنا، دخولكم في العزلة دي وصلتكم مع ربنا. طب إلى أين ستأخذكم هذه العزلة؟ كده رجل وامرأة وطفل، يعني علاقة زوجية مع علاقة ثلاثية، وكمان الطريق اللي هتوصلكم أو النقطة اللي هتوصلكم ليها العزلة دي هي إنكم هتمروا بعض المراحل لما صلتكم مع ربنا، وغالبا أنتم عندكم روحانيات عالية، عندكم طاقة روحانية عالية، فغالبا الروحانيات دول وتعبدكم وتزهدكم لله سبحانه وتعالى هيديكم في طريق يعني اللي فيه راحة البال، اللي فيه تجدد للطاقة بتاعتكم، زي ما لو كنتم اتولدتم من ضروي جديد، زي ما نشوف الكارت ده اهو، لا فيها طاقة جميلة للقراءة، القراءة التالتة دي نحس براحة يعني بارتياح في القراءة دي. زي ما قلت لكم يعني الأسى اللي قضيتوه في الماضي والحزن والألم، البعض منكم ربما كمان يعني اتأذى حتى في صحته، فأصبحتم دلوقتي بتساعدوا الناس أو في طريق رغم العزلة اللي انتم فيها، بس مرة على مرة بتساعدوا الناس حتى ولو كانت بكلمة طيبة زي ما نشوف كده. ويعني والسيف ده زي ما لو كنا يعني انه في حاجة إلهية كده يجب على الإنسان انه يوافق عليها ويتفهمها. فزي ما قلنا هنا يعني المرة الأولى انه في بعض منكم اتأذى كتير من الأب والأم وعملة الأب والأم ليه، بس الطريق اللي هتوصل لك ليه للارتياح ده والطاقة الجديدة دي والأهداف الجميلة اللي هتحطها في حياتك والتحرر اللي هتكون فيه بعد الخروج من العزلة دي، إنك يعني مقيد بكلام ربنا، كلام العدل، كلام ربنا سبحانه وتعالى في قوله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وقد ربك ألا تعبد إلا إياه بالوالدين إحسانا. فأنتم دلوقتي يعني سمحتم الوالدين بتاعكم، يعني هتسامحوا، يعني احنا بنتكلم الى اين يعني في المستقبل، او البعض منكم خلص سامح التعامل السيء ده ورضيتم بالحاجة دي، لان ربنا ربما يا اما قلب الحالة عندكم او هيقلب الوضعية عندكم، لانكم يعني حقيقة انتم خارجين او هتخرجوا او في الخطوات الاولى من الخروج من العزلة دي بطاقة كويسة، تتعثرون بس في طاقة كويسة لتحقيق أهدافكم، زي ما لو كنتم اتولدتم من ضروي جديد. هتلاقوا كمان مساعدة من إنسان غريب هتحسوا في يعني في تعامله معاكم وفي يعني مسيرته معاكم إنه إنسان، حتى ولو كانت مدة التعارف ما بينكم قصيرة، هتحسوا إن الإنسان ده بتعرفوه منذ مدة طويلة يعني. أوكي، طب دلوقتي
ازاي حتتحكموا في العزلة دي اللي انتم فيها عشان توصلوا للحاجة دي؟ ازاي تتحكموا في العزلة دي عشان ما تأذوش نفسكم؟ جاجمنت زي ما قلت لكم هنا، العدالة، عدالة الله سبحانه وتعالى، انكم تتقبلوا انه يعني بمفهومكم الاول ده اللي قلت لكم اصبحتم يعني في عزلة وتدعوا ربنا وكل حاجة، انتم يعني الحاجة اللي هتخليكم تصبروا على العزلة دي وتخليكم تحسوا ان العزلة دي مرحلة كان لازم عليكم تمروا منها. فالدعاء بتاعكم لربنا والروحانيات اللي عندكم، وعندكم نضوج روحاني أكتر ما هو نضوج فكري. نضوج روحاني يعني إيه؟ نضوج الروحاني إنكم يعني مش من الناس اللي خلاص أنا اتأذيت مش هساعد ومش هعمل ومش هعمل ومش هعمل، لأ، هتعرفوا إزاي تتعاملوا مع الناس قبل ما تساعدوهم. ازاي يعني ايه لازم اولا تعرفوا تتحققوا من حب الانسان ده والانسانة دي ليكم، بعدين تحبوا انتوا كمان. الطريقة عشان يعني تصبروا في العزلة دي هو النمو الروحاني، لانكم انتم عندكم قوة روحانية هي اللي هتساعدكم على انكم ما تتأثروش كتير بالعزلة دي، لانها مرحلة كان لازم عليكم تمروا بيها. المرحلة كان لازم عليكم تمروا بيها. طب ايه هي نصيحة الكروت ليكم يا اصحاب القراءة الثالثة؟ يلا، لا قلت لكم يعني انتوا ناس مميزين جدا، اصحاب القراءة الثالثة ناس مميزين جدا، عندكم نمو روحاني زي ما قلت لكم. هنا كل الكروت بتشوفوا كده، ملاك ملاك ملاك، ثلاث كروت بتأكد على الملائكة، على وجود الملائكة في يعني في القراءة بتاعتكم، في الطاقة بتاعتكم. فعندكم طاقة روحانية كبيرة جدا، هتعرفوا عن ازاي تستعملوا الحاجات المكتسبات اللي اكتسبتموها في الماضي وفي العزلة بتاعتكم عشان تبنوا المستقبل بتاعكم. هتجيلكم مساعدة من عند ربنا يديلكم الوسيلة اللي هتقدروا تبنوا بيها المستقبل بتاعكم درجة بدرجة وبالطريقة اللي انتم عاوزينها وللوصول إلى الهدف اللي انتم عاوزينه إن شاء الله. طاقة الأبراج اللي هنا طاقات هوائية، تقريبا كل الطاقات هنا هوائية مائية وترابية ونارية. أوكي، طب إيه هو الدعاء اللي هنختاروا لكم في القراءة بتاعتكم؟ ايه هو نصيبكم من الدعاء هنا؟ هنخلق انو النية، يعني اخدوا النية على اي حاجة، اتمنوا حاجة، وهنشوف يعني الدعاء اذا كان ليكم ولا لا. يلا هناخد اتنين بما انهم كانوا الاتنين مع بعض. الدعاء الاول أو قدامكم: اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما تبقى، وارزقنا الدرجات العليا من الجنة. آمين يا رب. الدعاء الثاني: اللهم سخر من أقدارنا أجملها، ومن السعادة أكملها، ومن الأمور أيسرها، ومن الخواطر أوسعها، ومن حوائج الدنيا ما يرضيك عنا. إن شاء الله. ده دعاء يعني جميل جدا لأنهم هم كويسين. أتمنى لكم تحقيق كل الأمان بتاعتكم، وربنا يهدن الغضب اللي في داخلكم والحزن اللي في داخلكم ويقلبوا فرح وسعادة عليكم. شكرا لتتابعكم لنا، وأقول لكم إلى الملتقى، مع السلامة.